السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. اليوم نقدم لكم خليط على شكل حلوى مفيد وصحي لأبنائنا الكرام اللي راهم قراب يديروا الامتحانات إن شاء الله، وربي يوفق الجميع. إذا هاد الحلوى سهلة التحضير وبدون فرن، واللي هي مفيدة تزيد من نسبة التركيز والحفظ. إذن سنمر لطريقة التحضير. المقادير اللي نحتاجوها هي كوبين كاوكاو وكوب قرقاع وملعقة صغيرة لبان ذكر وكاين اللي يقولوا له الفاتوح وخمسمية غرام شيكولاتة الخاصة بالحلويات. دوك نمروا الى طريقة التحضير. اذا نبدأ في التحضير على بركة الله. بعد ما رحينا الكاوكاو كما راكم تشوفوا يليق يكون مدشش فقط، ورحينا القرقاع كذلك، ورحينا الفاتوح او لبان ذكر، وذوبنا الشوكولاتة في حمام مريم. هاي كيما راكم تشوفوا ذوبناها مليح. درك نبدو في طريقة التحضير. بسم الله. نبدو نضيفو المقادير بالواحدة. نضيفو الكاوكاو للشوكولاتة بعد ما ذوبناها. بسم الله. نضيف المقادير ونخلط. طريقة سهلة وبدون فرن. نضيف القرقاع الآن تنتحصلوا على خليط متجانس كما راكم تشوفوا، ونضيف لبان ذكر. هنا درنا ملعقة صغيرة تاع قهوة طحناها لأنه يساعد في الحفظ والتركيز، والمكسرات كذلك مفيدة للصحة. ومفيدة وغنية بالفيتامينات. هذا هو الخليط وجدناه. هذا هو كما راكم تشوفوا. درك نصبوه في قوالب وبعد ما خلطنا المواد كلها مع بعضها في الشوكولاتة نصبوها في قوالب. أنا هنا استعملت قوالب خاصة بالثلاجة لأن دوك بعد ما نصبوها ندخلوها في الثلاجة تبرد ومن بعد نقدموها في صحن التقديم. واللي عندها قوالب السيليكون تستعمل ليك الاختيار. بسم الله.
بعد ما عمرنا القالب بالخليط تاع الشوكولاته ندخلوه في الثلاجه حتى يجمد معانا، وبعد نشوفوه في صحن التقديم. هذا هو الشكل النهائي نتاع الحلوى اللي قدمناها اليوم. نتمنى تنال اعجابكم، ونتمنى النجاح لكل ابنائنا. اذا هذه هي بعد ما جمدت في المجمد حيدناها من القوالب. هذا هو الشكل. وما تنسوش بدعمنا بلايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. وسلام.